واستفادت من طرف الوزارة الفلاحة بخمسة مليون ديال الدرهم وبألف متر ديال الأرض باش تبنى لوزين ديال مشتقات لحم الإبل، لأنه هو برودوي، هو محلي، من بعد منتوج محلي. استفاد منه الحمد لله الجميع، لأنه دواه زين ومسائله زينة وحالته زينة. عبد الهادي بغيت فلاح وكساب في منطقة طورطا، عضو في جمعية الفلاحين والكسابين منطقة طورطا. هذا المنتوج هذا أول مرة كنعرضوه هنا في هذا المعرض، النسخة الثالثة ديال المعرض. وحنا في هذه الجمعية تقريبا 20 مستفيد بالنسبة لهذا المشروع ديال تربية النحل. أول مرة في الجهات الداخلة وادي الذهب البويرة، والحمد لله والدراري جد مصورين بهذا المشروع، هما خدامين فيه الحمد لله. وأول تجربة أنتم كما كتشوفوا، أول تجربة كنديروها وأول مشاركة مدة 4 شهور باش دعمتنا المخطط الأخضر تحت إشراف جهات الداخلة والذهب البويرة. وكما كتشوفوا حنا علبنا في هذا سميتو وكنعرضوا المنتوج ديالنا باش يشوفوه الزوار ديال مدينة الداخلة. الاهداف ان شاء الله كنطمحوا ان شاء الله من القدام باش نطوروا المشروع ان شاء الله ونزيدوا من الكميه ديال العسل، ونبقى نشاركوا ان شاء الله في معارض وطنيه داخل الوطن. وكنتمنى ان شاء الله هذا المشروع هذا، كنتمنى الكسابه كاملين اللي معانا يطوروا المشروع ديالهم ويخدموا ويجاهدوا ان شاء الله باش يوصلوا داكشي اللي بغاو.